ونعود مرة أخرى لنتعرف على تفاصيل أكثر حول القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا، حيث قتل 3 أشخاص على الأقل. معنا من غزة مدير الإسعاف والطوارئ والمتحدث باسم الهلال الأحمر محمد أبو مصبح. أستاذ محمد، مرحبا بك معنا، لو تعطينا تفاصيل حول هذه الغارة الأخيرة. بالتأكيد، أسعد الله مساءكم ومساء جميع المتابعين عبر شاشة سكاي نيوز. قبل حوالي نصف ساعة تم استهداف منزل أحد المواطنين في مخيم جباليا دون سابق إنذار، وأصبح المنزل الآن هو كومة من الرخام على رؤوس ساكنيه. لا تزال الأطقم الإسعافية والطبية تنتشل وتحاول انتشال المصابين من تحت الرخام. حتى اللحظة تم إنقاذ 20 مصابا من موقع الاستهداف، ولا يزال هناك عددا من المصابين تحت الركام والأنقاض. إلى هذه اللحظة الحصيلة الأولية التي وصلت المشفى هي حوالي 10 شهداء تم نقلهم من مكان الاستهداف. نتحدث عن مخيم، ولمن لا يعلم طبيعة جغرافية للمخيم بأن الطرق المؤدية إلى المنازل في هذا المخيم هي أزقة ضيقة جدا، مما يعيق عمل المسعفين، ولا تصل مركبات الإسعاف إلى نقطة التواصل والوصول إلى المصابين بشكل مباشر، وهي إضافة لأعباء والتحديات التي واجهها طاقم الإسعاف في هذا المكان حتى اللحظة. طيب. ويسير على الأقدام لمسافة أكثر من 20 متر للوصول إلى موقع الاستهداف. طبيعة الضحايا والجرحى، أي الفئات العمرية، أي، هل نحن نتحدث عن أطفال، نساء أكثرهم؟ لو تعطينا أي تفاصيل حول هذا الموضوع. بالتأكيد صديقي، نحن نتحدث عن مجمل الإصابات. اليوم وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 14,000 من المصابين، 70% منهم من النساء والأطفال. هذا دليل واضح ومؤشر رئيسي للنظر في طبيعة الاستهدافات التي تنتقم من خلالها قوات الاحتلال بحق المواطنين المدنيين في قطاع غزة. ما تم استهدافه قبل قليل هو منزل مدني لأحد المواطنين دون سابق إنذار. بالتأكيد معظم المنازل في قطاع غزة الآن هي منازل مكتظة بالمواطنين نتيجة نزوح الكثير من المواطنين عند ذويهم وأقاربهم. لا يكاد المنزل خال إلا بأعداد مكتظة من الأطفال والنساء. الحصيلة الأولية للإصابات التي تم التعامل معها هي تقارب 70% من الإجمالي التي يتم التعامل معهم بإخلاءهم من الموقع. بالتأكيد أن الاستهداف المباشر هو محاولة للقتل المباشر والمتعمد والغير قانوني بحق المدنيين المكفولين والمحميين ضمن اتفاقيات جنيف، تحديدا اتفاقية جنيف الثانية واتفاقية جنيف الرابعة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد أبو مصبح، مدير الإسعاف والطوارئ والمتحدث باسم الهلال الأحمر، كنت معنا من غزة. شكرا لك.